بالحقيقة نحاول طبعا أن نصل إلى قواسم مشتركة، وتبدو الأجواء مقبولة، مع أن وفد هيئة التنسيق قال بأنه غير مخول من هيئة التنسيق بهذا الأمر، لذلك لا أعرف إذا كان هناك إمكانية لأن يتفاهموا معنا على ورقة مشتركة طالما هم غير مخولين حسب كلامهم. بالإضافة إلى أنه نحن لدينا تحفظ على بيان القاهرة وما صدر عن القاهرة، فهذا الأمر منوط بنهاية جلسات اليوم، لأنه على أرضية نهاية جلسات اليوم سيكون هناك تحديد لتوجهات وبوصلة الحوار، ولكن أعتقد أن هناك إمكانية فعلا للتوصل إلى نقاط مشتركة لأن الأمور كانت مقبولة إلى حد كبير. من أين الانطلاق في هذا الإطار؟ عفوا الصوت غير واضح. تحدثت عن قواسم مشتركة للانطلاق إليها، هل هي مع المعارضة أم مع وفد الحكومة، ومن أين الانطلاق فيها؟ لا، أنا أتحدث عن قواسم مشتركة بين المعارضة لأن وفد الحكومة سننتقي به غدا، ولكن هذه القواسم المشتركة ستحدد وتوجه آليات التحاور مع وفد النظام غدا، لذلك نتحدث الآن عن رأب الصدوع الموجودة ضمن المعارضة، خصوصا أننا نعتقد أن مؤتمر القاهرة كان له دور كبير في التعطيل والتشويش على لقاء موسكو. أشكرك ميس كريدي أمين. وبالتالي خرجت عنه. نعم تفضلي تابع الفكرة إذا كان لديك إضافة. بالتالي خرج لقاء القاهرة مخرجات، يعني نحن غير مرتاحين لآليات صياغتها وعلى أي أرضية، ما هي الدول التي دفعت باتجاهها، خصوصا أنه حصلت لقاءات في الإمارات حصلت، ونحن بالنسبة لنا في هيئة العمل الوطني الديمقراطي دائما بوصلتنا هو الأجندة السورية، ليس لا نقبل أبدا بأي أجندات دولية أو إقليمية، وبالتالي نريد أن نتوصل إلى نقطة وضوح في هذه المسألة. لدينا تحفظات كثيرة وتشككات فيما حصل في القاهرة لأنه تم تركيبه بطريقة معينة وبني على يعني اتجاه محدد وأسسه جزء محدد من المعارضة، وهو يعني يدعو إلى التساؤل كثيرا بأن معارضات سلمية تتفق مع معارضات كان لها دور كبير في العمل العسكري، فعلينا أن نتفهم يعني نصل لحقائق واضحة في هذا المجال بالذات حتى ننطلق إلى الخطوة التي تليها، ثم علينا أن نحصر أيضا كل أطر اللقاء بأطر الدعوة والتي حددتها انطلاقا من بيان جنيف واحد، فلا نريد أن ندخل في تشعبات أكثر لأن نريد أن ننطلق من نقطة واضحة ونستمر فيها، فبالتالي يعني لا بد من وضوح هذه الأجندة بالنسبة لنا، ونحن الآن في طور المشاورات حتى تتوضح الأمور ونكون على بينة، وبالتالي لا يحصل أي اختراق إقليمي في صفوف المعارضة، لأن هذه المعارضة التي نطمح لها أن تكون لابد أن تكون وطنية سورية سورية بمدى، خصوصا أننا نعتقد أن مؤتمر القاهرة كان له دور كبير في التعطيل والتشويش على لقاء موسكو. أشكرك ميس كريدي أمين. وبالتالي خرجت عنه. نعم تفضلي تابع الفكرة إذا كان لديك إضافة. بالتالي خرج لقاء القاهرة مخرجات، يعني نحن غير مرتاحين لآليات صياغتها وعلى أي أرضية، ما هي الدول التي دفعت باتجاهها، خصوصا أنه حصلت لقاءات في الإمارات حصلت، ونحن بالنسبة لنا في هيئة العمل الوطني الديمقراطي دائما بوصلتنا هو الأجل السورية، ليس لا نقبل أبدا بأي أجندات دولية أو إقليمية، وبالتالي نريد أن نتوصل إلى نقطة وضوح في هذه المسألة. لدينا تحفظات كثيرة وتشككات فيما حصل في القاهرة لأنه تم تركيبه بطريقة معينة وبني على يعني اتجاه محدد وأسسه جزء محدد من المعارضة، وهو يعني يدعو إلى التساؤل كثيرا بأن معارضات سلمية تتفق مع معارضات كان لها دور كبير في العمل العسكري، فعلينا أن نتفهم يعني نصل لحقائق واضحة في هذا المجال بالذات حتى ننطلق إلى الخطوة التي تليها، ثم علينا أن نحصر أيضا كل أطر اللقاء بأطر الدعوة والتي حددتها انطلاقا من بيان جنيف واحد، فلا نريد أن ندخل في تشعبات أكثر لأن نريد أن ننطلق من نقطة واضحة ونستمر فيها.